اسمح لي انتقل بهذه الافكار القيمه الى دكتور توفيق حميد ضيفنا من واشنطن. دكتور توفيق، هل ترى بالفعل بان الزياره الخامسه لوزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن في المنطقه غير سابقاتها من الجولات، ياتي بصوره مغايره بافكار مغايره او ربما بضغط اكبر على تل ابيب لايقاف هذه المجزره بحق الشعب الفلسطيني؟ شكرا على سؤال حضرتك، واهلا بك وضيوفك الكرام والساده المشاهدين. الحقيقة زيارة بلينكن الأخيرة دي أعتقد لها أهداف سياسية متعددة، يعني منها على سبيل المثال أن الولايات المتحدة تحاول أن تظهر كحكومة حالية، حكومة بايدن، أن تظهر نفسها أمام المجتمع الأمريكي أنها بتحاول قدر المستطاع في إنهاء هذه المشكلة والحرب، وأنها تقف ضد التهجير حتى لا تخسر إلا الأقلية المسلمة أو العربية اللي موجودة في أمريكا، واللي قد تكون مؤثرة للغاية في الانتخابات القادمة. مش شرط تروح لترامب، مجرد انسحابها من دعم بايدن ممكن يتسبب في هزيمة الحزب الديمقراطي في أو بايدن في الانتخابات. فده احد الاسباب، ان هو داخليا عاوزين يظهروا ان هم يعني بيفعلوا كل ما في وسعهم لانهاء هذه الحرب ولمنع عمليات التهجير الى اخره. وعالميا بتحاول تظهر الولايات المتحده انها بتحاول تفعل ما اقصى ما لديها لاحتواء الموقف، حتى على الاقل امام الدول العربيه اللي هي صديقه لها، انها تظهر انها تفعل اقصى ما في استطاعتها. ولكن في عامل اخر من اهم ما يمكن، انها بتحاول دلوقتي ان تمنع حدوث حرب اقليميه بتدخل ايران الى اخره، فبيحاولوا يناقشوا هذه الامور خشيه حدوثها لانها تؤثر على اسعار النفط، وده هيؤثر على الاداره الامريكيه الحاليه طبعا. قبل الانتخابات لو اسعار النفط ارتفعت طبعا. فهم الحقيقه الزياره دي متعدده الجوانب، ظاهرها محاولة إيقاف الحرب، ولكن لا أتصور أن أمريكا ستستطيع أن تثني إسرائيل عن تحركاتها وإنهاء ما يتخيلها البعض.